سنة بيتكرر كل 100 سنة. طب ايد المرتاح عشان ملاش مكان، والا بقى طب الناس انتخبت السيسي ليه؟ عشان تعود دولة القانون وتعود هيبة الدولة. خلاص انت مش قادر وخايف عشان يمشوك. طب طول ما انت خايف طب ما تلغي الدوري بقى. للاسف الشديد. فانا كلام واضح، النهارده السيد رئيس الوزراء في مكالمة طويلة قلت له أنا آسف مش هقدر ألعب من الجمهور. وقلت له من الحلول اللي أنا قلتها دلوقتي. إنه شباب يجي من وزارة الشباب يبقى الملعب مليان. وبعدين ماتش زي الزمالك، ما هو الأهلاوية لو افرض عساكر والشباب ده أهلاوية لازم يكون كلهم هيشجعوا الزمالك كله مصر، ونفس القصة مع النادي الأهلي. إنما لأ كل مدير أمن خايف، كان وزير الداخلية كانوا هيفجروه مش خايف. وعمل يلف مش عارف من السويس للإسماعيلية لمحور 26 يوم مش وزير الداخلية. مش هنعمل حاجة يعني لو يا بيه المريض عشان يتعافى، لو دمه نايم على السرير وخايف ينزل هيموت على السرير. عندنا فقرة في نادي عبد الكبار اليوم دايما اسمها شريط الذكريات، بنجيب لك صور عندنا مش موجودة غير في الشريط بتاع عبد الكبار اليوم، هتقول لنا قصة. ربنا يستر يا مستر، جايب صور ايه؟ دي لما كسبت القضية والناس شالوني ودخلت دخلوني نادي محمولا على اعماق عشان يفوز الموضوع عباس. في ماتش احنا كنا هنا في الاستاد على ما اعتقد، ده في الاستاد وكان في مباراة وكنا كسبانين وانا فرحان والناس كلها فرحانة. ودي كرفطة دي بتجيبها من البار. دي فيلتي ايام ما كانت فيلا. ولما اولاد بعض المنتسبين للنادي الاهلي راحوا حصروها في رمضان وعوروا اميره بنتي يا مولا شرخ في قاع الجمهور. دي خلاص بيها. الهلال السوداء. لا دي في المحكمة. دي محكمتي. وانا بترافع لعودتي الى مجلس اداره نادي الزمالك بعد ما شطبني الاخ ممدوح عباس. دي مجلس الدوله. طب هتخش بتوع ممدوح عباس؟ نعم. في دلوقتي اجراءات شطب لاسقاط قضيه ممدوح عباس. قول لي بس بيت الصور. طب ناس بتشطب. شكله اتشطب. ايه رايك؟ ذكي انا ممكن اشوفه. لا هو هنا الصوره دي مش عندي والله. الصوره دي انا كنت تخين شويه وكنت قايمه لسه في توب. ده اللي هو محمد سكري لما نجحنا وداخلين النادي نشوف الانشاءات اللي احنا المفروض نعملها. كان ايام هو كان معايا ورانا خالد لطيف اهو ايام كان لسه صغير ومعاه جنبنا وفي واحد من قاعدين هنا اهو الاخ الصحفي اهو موجود صوته. لا ده محمد، لا ده محمد اهو. لا ده مجلد محمد. شو ده؟ محمد احمد. شكله بالظبط. شكله احمد محمد. انت شفتني مره بس محمد. لا هو شبه يا لا الافندي ده بيكتب في النبأ على طول كل شويه يقول لك ايه يقول لك ايه ميدو حلقه لمرتضى منصور. فانا جبته يا ابني قلت له ايه ميدو حلقه؟ لا بجد قلت له ميدو مش عارف حلقه. قال لي عشان ابيع. قلت له طب مش عايز تبيع؟ مفيش دخول في نادي الزمالك لغايه ما تكتب اكتب يعني اكتب نقد الميدو ليا حلق لي يعني حلق لي عمل لي ايه؟ لا هو عشان احمد دي برضه بترافع لما اتشطبت وخدت حكم واتشطبت ممدوح عباس شطبني عشان النادي الاهلي شطبني حاجه غير طبيعيه. قال لك وبناء على شطب النادي الاهلي انا بشطبه. بس مش حلوه الصوره دي بتخلف. لا هتلاقي معظم صوري في المحاكم. بس الغريب بقى لا الغريب بقى لما كنت بترافع لما اتحل مجلسي بدافع عن شرعيتي مش شرعيتي كمرتضى شرعية رئيس نادي او اتحل مجلس الاداره بدافع عن اراده جمال عموميه كان بيقول لك ايه الزمالك ما بيكسبش عشان مرتضى. وانا بترافع في الاستاد وبعدين بتلعب في المحكمه لما ممدوح عباس بقى رفع قضايا حتى في الاتحاد الدولي والمحاكم الدوليه مفيش بني ادم نطق خالص ولا قال ده بقى بيعطل المسيره ولا الكلام ده حاجه بصراحه شيء مقرف. بص يا سيدي دول اخوان المسلمين ورايا ورامي لكح جنبي والشيخ رجب حميده. انا في مجلس الشعب انا عملت استجوابات بعمل استجوابات ضد الفساد.